السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا شرح جديد وفيديو جديد هنشوف فيه طريقة تحميل الوجوه الخاصة بالمنتخب التونسي 2019 لبيس 17. في البداية دي صفحتنا على الفيسبوك، ابدأ ادخل اعمل لايك واعمل متابعة للصفحة. لو عندك مشكلة وعندك اي استفسار ابدأ بعت لنا على رسائل الصفحة. وطبعا دي قناتنا على اليوتيوب، لو اول مره تشوفنا واول مره تتابعنا ابدأ اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده باذن الله. في البدايه ما تنساش لايك وسبسكرايب، عاوزين نوصل ل 500 مشترك. النهارده معانا الوجوه الخاصه بالمنتخب التونسي 2019 لبيس 17. طبعا الوجوه فيها وجوه كتيره جدا، هنشوف الوجوه النهارده. هتلاقي انيس البدري، وهتلاقي طه ياسين الخنيسي، وهتلاقي فخر الدين بن يوسف، هتلاقي غيلان الشعلالي، وهتلاقي ناس كتيره جدا وناس كويسه. هما تقريبا 2 4 6 8 تقريبا 8 لعيبه كويسين للمنتخب التونسي. فنبدا نحط الوجوه ديت في اللعبه وهنبدا نلعب بيهم ونشوف ايه الجديد اللي اتحط في اللعبه. وطبعا كان في الوجوه القديمه اللي هو فرجاني ساسي وحمدي النجاز وعلي معلول، والناس دي كلها كانت موجوده وكانت مظبوطه كويس جدا. فنبدا نزود دول عليهم وهيبقى المنتخب التونسي كامل. هنروح نشوف روابط التحميل. طبعا هنلاقي عندنا رابطين بالطريقه دي. طبعا الرابطين دولت بتوع ايه؟ اول رابط هتلاقي اوجه المنتخب التونسي 2019 لبيس 17 بس الباتش النيكست سيزون. طبعا ده عشان الباتش النيكست سيزون اللي هو التحديث الاخير اللي هو السادس اللي نزل اللي فيه الوشوم وكده، علشان يبقى الوشوم موجوده وتلاقي الوجوه موجوده مفيش اي مشكله. وطبعا الرابط الثاني ده هتلاقي اوجه المنتخب التونسي 2019 لبيس 17 متوافق مع جميع الباتشات. هتروح تحمل لو عندك اي باتش تاني غير النكست سيزون، هتروح تحمل اللي تحت ده اللي هو متوافق مع جميع الباتشات. لو عندك النكست سيزون هتحمل الاولاني، وطبعا لو حملت الثاني وحطيته في النكست سيزون عادي جدا مفيش اي مشكله. ولكن انت مثلا لو عندك النكست سيزون وعايز الوشوم وكده اللي هي الجديده هتحط ده اللي هو الاولاني ده. طبعا انا محمل اللي هو بتاع النكست سيزون ده بس انا مش حاطط الوشوم كده كده يعني. هنروح نفتح الرابط بالطريقه دي، نضغط يس هيبدا يحولنا على المتصفح بالطريقه دي، هيحولنا على الصفحه بتاعتنا. طبعا عارف كلنا عارفينها، انا لست برنامج روبوت. هيبدا يعلم لك علامه صح، هتضغط على كونتينيو هيبدا يحولك على الست ثواني بالطريقه دي. تستنى اول لما الست ثواني يخلصهم وهنبدا نضغط على جيت لينك. كده خلصت معانا، نبدا نضغط على جيت لينك. لو طلع لك اي اعلان زي ده كده تقفله كده وبعدين تضغط تاني على جيت لينك، هتطلع لك رساله تبدا تضغط على اوكي هيبدا يعدي معاك عادي جدا. هيجي لك عند الصفحه دي ما تتكش على اي حاجه، انت تضغط انا لست برنامج روبوت هيبدا يعلم علامه صح برضه، هتضغط على سبميت بالطريقه دي. لو طلع لك اي اعلان زياده ما تقفلش دي، لا اقفل الاعلان الزياده، تقفل كده وتقفل دي طبعا ملهاش اي لازمه. دي كمان تضغط على سكيب اد هيبدا يحولك على ال رابط الميديا فاير. طبعا الرابط ده ميديا فاير، والرابط التاني هتلاقيه على موقع ميجا. فهنبدا نحمل، هنضغط على تحميل، هو تقريبا 24 ميجا، 24 ميجا تقريبا اهو. هتبدا تحمله عادي جدا، انا محمله قبل كده. فهنبدا نقفل كل ده ونقفل الاعلانات دي ملهاش اي لازمه. كده حملنا الوجوه الخاصه بالمنتخب التونسي. هنروح نشوف هنحطها ازاي ونركبها ازاي في لعبه بيس 17. طبعا هينزل معانا ملف مضغوط بالطريقه دي، هنعمل اكستراكت هير يستول. هيجي معانا ملف بالطريقه دي، هنضغط عليه هنفتحه، هنلاقي ملفين، الايديت اول ملف اللي هو الايديت، وتاني ملف اللي هو تونس سي بي كي اللي هو تونس سي بي كي. ده الملف الوجوه، والايديت ده هيروح في الملف ماي دوكيومنتس في الكونامي الخاص ببيس 17. هناخده كده قط ونروح مكان الكونامي الخاص. طبعا هنروح فين؟ في السي، في اليوزرز، ذا بيست فور جيمنج. هنخش على ماي دوكيومنتس بالطريقه دي، او ممكن تخش عليها من بره يعني هي هنا. هيفتح معاك بالطريقه دي، هتلاقي كونامي، هنروح عند كونامي ونفتحها ونخش على بيس 17 وسيف ونعمل بيست بالطريقه دي، كوبي اند ريبليس. خلاص كده خلصنا كل حاجه، حطينا اول حاجه. هنروح نشوف الملف الثاني. طبعا نروح الملف الثاني بتاع توني السي بي كده، نضغط عليه كوبي او كات اي حاجه هناخده كده، ونروح مكان اللعبه. فين اللعبه؟ هنا. هنضغط كده ونضغط اوبن فايل لوكيشن بالطريقه دي، هنضغط على الداونلود ونفتحه، هنعمل بيست في الداونلود بالطريقه دي زي اي اضافه بنحطها، وهنبدا نفتح عليها اداه التفعيل ونفعلها. هتفتح اداه التفعيل بالطريقه دي، هنعمل اول حاجه واهم حاجه نو دي ال سي، وهنضغط على تونس كده اللي هي تونس سي بي كي دوت بالطريقه دي، وهنضغط على جنريت دي بي فايل ليست. كده خلصنا كل حاجه وحطينا الاضافه في اللعبه. كل اللي عليك انك هتستنى شرح توضيحي لاهم مميزات الاضافه. خليكم معانا.
وبكده بوصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، وما تنساش كل يوم فيديو جديد وكل يوم إضافة جديدة. استنونا، سلام.